أنا حابب إن أنا أتكلم عن انتصار غالي وفوز مهم آخر، ودايما الفوز بيكون انعكاس لنجاح منظومة إدارية للنادي الأهلي. قبل المنظومة الإدارية بيكون نجاح لجمهور عظيم وتشجيع ودعم مستمر من قبل جمهور النادي الأهلي ومن إدارة النادي الأهلي لجلب هذه البطولات ووضعها على الطريق الصحيح أي ما كان. أنا بتكلم بشكل عام البطولات من خلال الحقيقة الإدارة بتعمل إيه؟ بتوفر كل متطلبات الجهاز الفني واللاعبين في أي لعبة بالمناسبة، لأن أنا هتكلم عن لعبة أخرى غير كرة القدم. بتعمل أي حاجة غير كرة، بتعمل متطلبات الجهاز الفني واللاعبين وتذلل العقبات. هي لماذا تذلل الإدارة العقبات للجهاز الفني؟ من أجل المنافسة بقوة على التتويج في كل البطولات وفي كل الألعاب والصعود إلى منصات التتويج. خلي بال حضراتكم، ملك إفريقيا المتربع على عرش بطولات القارة السمراء نادي الأهلي بيواصل هيمنته الحمراء، ولكن في كرة اليد، كرة القدم احنا متواجدين ب 11 بطولة افريقية، ولكن الحمد لله في كرة ايضا السلة متواجدين بعدد من البطولات، ولكن مؤخرا او امبارح كسبنا بطولة افريقيا لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخ النادي الاهلي، والحمد لله بعد اكتساحنا جي اس كي الكونغولي بنتيجة 37-23. عشان حضرتك تعرف الفارق، تعرف ماذا يقدم جمهور النادي الأهلي لهذا الفريق الكبير أو لاسم النادي الأهلي، وماذا تقدم إدارة النادي الأهلي لكل الفرق الرياضية، لكل الفرق الرياضية مش للكرة بس. احنا النهاردة هنتكلم عن الكرة وعن حلاوة ماتش الإسماعيلي وعن حلاوة بيرسي تاو وعن حلاوة كل الناس، مش هنتكلم في كل هذه الأمور، ولكن على الجانب الآخر هل هنقدر ننسى اللي عمله رجال كرة اليد امبارح؟ رجال كرة اليد قدموا أداء مميز وناجح بامتياز الحقيقة، بعد خوض دور المجموعات دون هزيمة، دون هزيمة، ومن ثم مباريات الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية واللي حضراتكم شايفينه ده. ربنا كرمنا وقدرنا نكسب هذه البطولة، وزي ما حضراتكم شايفين ده من المركز الإعلامي للنادي الأهلي. اللعيبة كلها فرحانة ومبسوطة، ولكن زي ما قلت لحضراتكم هنا أنا عايز أقف عند مساندة الجمهور ودعم الجمهور. السنة اللي فاتت ربنا كرمنا بالبطولة الـ11 بسبب مساندة الجمهور ودعم جمهور النادي الأهلي. بعد المباراة اللي اتغلبناها في دوري المجموعات 5-2 من سان داونز، أنا مش بتكسف على فكرة إن أنا أقول هذه الكلمات، وما بتكسفش أقول إن إحنا اتغلبنا، لأن كرة القدم فيها كل شيء. وأيضا في كرة اليد اللعيبة اللي حضراتكم شايفينهم دول، أنا بس مش عايز، لأن أنا كنت يوميا معاهم على التليفونات، يوميا مع الـ مع الـ المسؤولين، مع كابتن خالد العوضي ومع كابتن ياسر لبيب ومع كل المجموعة وكابتن محمد إبراهيم، كل المجموعة اللي موجودة الحقيقة. فألف مبروك لرجالتنا، ألف مبروك للي عملوه، ألف مبروك لهذه البطولة السادسة اللي بتضاف لسجلات النادي الأهلي. يجب أن نكون فخورين بهذا الفريق، يجب أن نكون فخورين كجمهور، حضراتكم تبقوا فخورين بأنفسكم ومساندتكم ودعمكم الدائم في كل شيء. في نفس الوقت عندنا إدارة تحقق لكل مدير فني في كل لعبة ما هو مطلوب، وبالتالي الأداء اللي حضراتكم دايما بتشوفوه، الفوز في جميع البطولات، إن شاء الله ربنا يكرمنا في الباقي. محدش عارف طبعا، يعني الرياضة دايما بيبقى فيها غالب ومغلوب، ولكن أنت دائما ما تنافس على القمة، أنت دائما النادي الأهلي ما تنافس على كل البطولات اللي حضرتك بتخشها في أي لعبة من الألعاب اللي احنا دايما بنتفرج عليها وبنشجعها. شكرا جمهور النادي الأهلي العظيم على مساندتكم ودعمكم الدائم لكل فرق النادي الأهلي، وشكرا لإدارة النادي الأهلي على هذه الاحترافية، على تلبية كل رغبات كل مدير فني علشان يقدر يكسب هذه البطولات اللي حضراتكم شايفينها. البطولة الأفريقية مش حاجة هينة،
البطولة الأفريقية حاجة صعبة جدا جدا، ولكن استطاع هؤلاء الرجال أن هم يفوزوا بهذه البطولة.